انا عايز بقى اروح للمرحلة دي، وهي مرحلة مهمة جدا. بعد توقف كبير نظرا لمشاركة منتخب مصر في تصفيات المؤهلة لأمم افريقيا امام غينيا في مصر، ثم اثيوبيا في ملاوي، ثم السفر لكوريا الجنوبية وهزيمتين متتاليتين، ثم اللعب امام الداخليه الفريق القوي بطل دوري الدرجه الاولى بها وبطل منطقه القاهره بدون اللعيبه الدوليه، ثم اول مباراه للزمالك بعد التوقف امام النادي الاهلي في غياب حوالي اكتر من 8 9 لعيبه كمان مهمين لعيب جدا، الأحمر والاعتماد على لاعبين من الشباب صغار السن ولم يشاركوا مع نادي الزمالك غير ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه في تاريخهم وبيلعبوا مباراه قمه، ثم مرورا بمباراة البنك الأهلي والتأخر في النتيجة في الشوط الأول، ثم العودة والفوز في آخر ثلث ساعة، ثم الفوز بنتيجة كبيرة على نادي سيراميكا اللي بيقدم مباريات طيبة جدا، مع عودة كمان واحد من نجوم الكرة المصرية صالح جمعة برضو اللي عمل إضافة في هذا اللقاء لفريق سيراميكا. تحليلك وتقييمك لمستر فيريرا ولاعيبة الزمالك وشبابه في ظل الغياب والنقص العددي الشديد اللي بيعاني منه نادي الزمالك من إصابات وإيقافات وتمرد بعض اللاعبين ورحيل بعض اللاعبين بعد نهاية تعاقدهم، رأيك إيه في بعد التوقف؟ وإذا إحنا بنتكلم الزمالك كسب الداخلية ووصل دور الـ16، الزمالك اتعادل مع النادي الأهلي بعد ما كان كسبان 2-1، بعد ما كان متأخر 1-0 2-1 وضيع أكتر من فرصة والعارضة حرمته من الفوز بـ3 نقاط. النهاردة لو كنا كسبنا النادي الأهلي النهاردة كان زماننا متقدمين بنقطة، مظبوط. تمام؟ او متعادلين متقدمين بنقطة ثم الفوز على سيراميكا. يعني ايه رأيك في المرحلة دي في ظل الأجواء الصعبة اللي مر بيها الزمالك؟ مرحلة كانت صعبة جدا جدا في تاريخ نادي الزمالك. كان مؤشر الأداء في نادي الزمالك بيهبط، ولكن البروف بمجرد ما جه الحقيقة أعاد ترتيب البيت. الحقيقة مستر فيريرا عمل حاجة مهمة جدا جدا. النهاردة نادي الزمالك بتبص تلاقي فيه سيستم في الملعب، ما كانش فيه لعب النظام ده. جماعي، كان مهارة مع الجماعية مش بيعتمد فردية. على اللعب الجماعي 100%، سيستم في حاجة بتتلعب في الملعب، أداء جماعي، ما فيش أداء فردي خالص، ما بيعتمدش على الأداء الفردي. بنشوفه إن بيسحب أفضل اللعيبة، بيسحبه يقعدوا على الخط ويلعب لاعب صغير، ما عندهوش عواطف في مسألة أصل ده نجم، أصل ده كبير، أصل ده مش عارف إيه، لأ، هو بيلاعب اللاعب اللي بيخدم خطته وبيخدم الأداء الجماعي للفريق، فده مؤشر جيد جدا خلى الزمالك السيستم والأداء وشخصية الزمالك اللي وضعت دي. شفنا الزمالك يعني كان فترات طويلة الزمالك لما بيتأخر كان صعب جدا يرجع تاني في المباراة. النهارده نادي الزمالك حتى لو تأخر بهدف كل الجماهير قاعدة في المدرجات ما بتبقاش قلقانة، عارفة إن الزمالك هيرجع وهيكسب وهيرجع تاني في المباراة.